أخي دروك اطلع، أخي قدير عم يساوي لي طيارة ورقية حلوة. إن شاء الله أمل، إن شاء الله أخوكي قدير يعرف يساويها. حلوة، وأساساً أنت خلصت وما ضل كتير. يلا خلينا نشوف كيف رح تصير. تشرب شاي؟ شاي؟ بشرب. نضاف شي تاني حلو على حياتي بفضلك. يعني أنت ما كنت تشرب الشاي من قبل؟ يعني، بس لما أشربه معك بصير أطيب. منطير الطيارة سوا بعد ما تخلصوا وظيفتكم؟ هلأ أمل؟ بس ما بيصير هالشي المساء. مو مشكلة إذا بالليل أو النهار، منطيرة سوا. إيه منطيرة مثل ما بدك. شكراً إليك. خلص مظلوم، بكفي بقى، بطني صار يوجعني من كتر ما ضحكت. بتصدق صار لزمان كتير ما ضحكت لهي الدرجة؟ يا وردتي، يا ريت تضلي عم تضحكي هيك، لأنه ضحكتك بتخلي الورود تتفتح. خجلتني مظلوم، رح أضبط مكياجي بالحمام وبعدين منروح. ماشي؟ أي مثل ما بدك. يا ربي، أنا مريت بهالفيلم من قبل وبعرف شو هي النهاية. لازم جهز حالي للبهدلة. صحتين وهنا. شكرا. اسمع شو رح أقلك أخي، أنا مو ابن هالمكان وأول مرة بجي على هيك مطعم، وصدقني بكل حياتي ما مريت لا من قدامه أو من وراه أو من جنبه، وحتى ولا مرة أكلت الأكل اللي أكلته اليوم. أنا ابن مجتمع فقير، بس حبيبتي بنت مجتمع غني، وبتعرف شو صار؟ قالت لي بدنا نروح على مطعم وجابتني لهون، ومثل ما بتعرف هي حبيبتي وكلامها لازم يكون على راسي. ما بعرف إذا عم تفهمني، الرجال من واجبه يتنازل لحبيبته أحيانا. ليك أخي، باينتك رجال شام وقبضاي. أنا ما معي غير هدول المصاري، هدول كل شي معي، ما بعرف